إيمانا من الشعب السوري أن القضية الفلسطينية هي قضية حق، واليوم مساندة الشعب الفلسطيني هو واجب إنساني. بالأيام الماضية شفنا كثير من الوقفات التضامنية بكثير من البلدان وكثير من المحافظات السورية. هاي الوقفات كانت تعبيرا عن شعورنا بالانتماء، شعورنا بأنه اليوم الهم واحد والقضية واحدة والاعتراف بأنه فلسطين هي لأهلها. أكيد اليوم هاي الوقفات يمكن شكلت جزئية كثير مهمة بحياة الفلسطينيين. رح نحكي أكثر عن اتحاد الكتاب العربي اللي كان له كلمة أيضا ضمن الوقفات اللي صارت بالفترة الماضية. رح نحكي أكثر مع ضيفنا وهو الأستاذ الأرقم الزعبي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب العربي. سعد صباحك أستاذ وأهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نحكي عن طوفان الأقصى وخروج السوريين بكافة مجالاتهم الثقافية والأدبية والعملية بطوفان سوري الوقوف مساندة للشعب الفلسطيني. طبعا يعني الوقوف الشعب السوري بكافة مكوناته مع الأخوة بفلسطين ومع معركة طوفان الأقصى تحديدا الآن يأتي في سياق كلي، سياق يعني كلياتنا تربينا على القضية الفلسطينية سواء في المدارس أو في المنظمات، فهذا الوقوف ليس غريبا. من هنا ممكن أن نفهم أنه كافة شرائح الشعب السوري من منظمات شعبية ونقابات قامت بعملية تأييد ووقوف إلى جانب هذا الشعب قولا وعملا، يعني طبعا قبل الوقوف كما يقال المعنوي هناك وقوف مادي من خلال الدعم الذي تم تقديمه للمقاومة، فسوريا حاضنة ماليا وإعدادا وتسليحا للمقاومة. فهذا طبعا بالسياق الكلي يمكن أن نفسر أنه سبب قيام المنظمات والهيئات الشعبية ومنها اتحاد كتاب العرب بعملية الوقوف إلى جانب الشعب السوري ليس غريبا، لأن المعركة واحدة والتوأمة واحدة، وفلسطين بالتحديد هي جزء من التاريخ السوري، هي جزء من الجغرافيا السورية الممتدة عبر الزمن، هي كما قيل جنوب سوريا. فلذلك لا غريب، يعني إذا جاز لنا الحديث عن الموقف الشعبي نجد أنه في جميع المحافظات السورية الآن في وقفات تضامنية، والتلفزيون العربي السوري مشكورا يقوم برصد هذه التحركات. يهمني أن أشير أنه البارحة في درعا ب 16 الشهر البارحة كان هناك وقفة كبيرة في محافظة درعا مثلت كل الفعاليات الثقافية والفكرية والمهنية بالوقوف إلى جانب عملية طوفان الأقصى التي يعني ننظر إليها بكبير الأمل، ليس بالنتائج ولا بالنصر فقط، لأنها أسست لظاهرة جديدة أن هذا العدو عندما يختبر بالداخل يجد ما يجد، نجد ما نجد من خوف و يعني تهلهل أحيانا وتفكك بالمواقف وارتباك. طيب أستاذ، اليوم عم نحكي عن قضية عبر عقود نحن كبرنا عليها وعينا على هذا الحق المسلوب من الفلسطينيين. اليوم الطلاب السوريين كمان كان لهم كلمة خارج حدود الوطن وكان لهم هي الوقفات التضامنية. خلينا نحكي اليوم عن أهمية شعور السوري وهو خارج الوطن بأهمية القضية الفلسطينية. طبعا الشعب السوري هو يحمل خيط واحد، هو الانتماء الفكري والوطني سواء موجود داخل سوريا أو خارج سوريا. لذلك تجدي أنه الطلبة في سوريا يعني بجامعة دمشق، بجامعة حلب، بجامعة بحماة البارحة كانوا بوقفات تضامنية، فهذا الموضوع حتما له صدى الخارجي، وهو الخارج امتداد للداخل في المواقف، لا سيما بمثل هذا الموقف اللي لا اعتقد انه احد يعني يملك شيء من الوطنيه او الحس القومي يستطيع ان يقف على حياد. لذلك الطلبه في كل انحاء العالم السوريين كان لهم الموقف، وخاصه في الاماكن والدول اللي يعني ممكن
كان إظهار هذا الموقف بشكل أكثر، عدم خروج الطلبة السوريين في بعض الدول، لا يعني لو يوجد موقف، إنما صحيح. البيئة اللي تلك المكان تلك الدول هي بحالة معادية للقضية الفلسطينية. تصديقا لكلامك، شفنا مبارح فض مسيرة تأييد بإيطاليا، يعني كانت لمساندة الشعب الفلسطيني، لوقتها دخل الأمن وصار في إصابات. نعم، يعني رغم ذلك هناك محاولات لكسر هذه القضايا، على أقل يعني ظهور وإظهار هذا الموقف المعادي، وهذا بحد ذاته كمان إنجاز أنه تظهر مقدار انحياز هذه الدول للكيان الصهيوني، ومقدار تمسك الطلبة بحقهم بالتعبير عن الموقف الرافض لهذا الكيان. طبعا دائما بنعرف انه القلم هو سلاح وسلاح عظيم، لكن اليوم شو هو دور اتحاد كتاب العرب في نشر ثقافة الحق في القضية الفلسطينية؟ دعيني يعني اتكلم الان عن الحالة المرحلية الحالية. الان اتحاد الكتاب العرب عقد عديد من الندوات في كافة المحافظات، يعني يكفي أن نقول أن اليوم لدينا في اتحاد الكتاب العرب الساعة الواحدة ندوة نوعية حول طوفان الأقصى وحر تشرين، وغدا في القريطرة لدينا كمان أيضا ندوة نوعية وقفة تضامنية وحفل تكريم لعدد من الشعراء والقاصين ممن رصد أهمية حرب تشرين والموقف الوطني السوري، وبعد غد في درعا أيضا لدينا ندوة في جامعة كلية التربية في درعا، ندوة كبيرة، وأيضا يوم الثلاثاء الساعة 12 الساعة 12 لدينا وقفة تضامنية واحدة في كل فروع الاتحاد بالمحافظات، عدا عن مشاركة الزملاء أعضاء الاتحاد بكافة الفعاليات التي تقام بالمحافظات. تحديدا الكاتب أو المثقف هو وظيفته حماية الذاكرة، توثيق. نعم، في اللحظة التي تتعرض الأمم لحالة من الهجوم أو محاولة الانهيار أو طمس قضية، مع المثقف وظيفته حفاظ على هذه الذاكرة ونقل هذه الذاكرة وتوثيقها من جيل إلى جيل آخر، وخلق الفكر والأمل لموضوع الدفاع عن قضيته الوطنية. في الاتحاد عدد من الكتب والمنشورات تم عن القضية الفلسطينية تحديدا، وعدد من الأبحاث الآن، وتقوم جمعية بحوث والدراسات اتحاد كتاب العرب بعملية تحليل لظاهرة طوفان الأقصى وعلاقتها ومستقبلها وما شابه ذلك، أيضا من خلال دوريات الاتحاد التي تصدر عن اتحاد كتاب العرب، جريدة الأسبوع الأدبي، الموقف الأدبي، الفكر السياسي، تم تخصيص أعداد خاصة الآن بالقضية قضية فلسطين وطوفان الأقصى تحديدا، والمقارنة بين على الأقل العنوان الذي وضعه المقام الفلسطيني طوفان الأقصى وما يشكل هذا العنوان من شد روحي وفكري، بالمقابل كان الكيان الصهيوني وضع عنوان لمعركته السيف الحديدي ما يشكل من همجية أو عدم وجود جذر تاريخي لهذا العنوان. والآن التأكيد على قضية جد مهمة، أن الكيان الصهيوني لا يعتبر هذه المعركة طوفان الأقصى معركة، هو يعدها حرب. نعم. وبالتالي وجود، فلذلك نجد أنه يضع كل قوته في هذا الموضوع التدميرية وغير الإنسانية بضرب هذا، ومحاولة أهم هي ضرب ثقافة الانتماء وثقافة المقاومة وثقافة التمسك بالأرض والتأسيس لاستمرار ثقافة الترحيل والمخيمات وما شابه ذلك. المثقف والكاتب تحديدا واتحاد كتاب العرب هو خط دفاع ثقافي عن قضايا الانتماء والتجذر بالأرض
وصنع الأمل بواقعية وليس بخيال، وأن استخدم الشعر أو القصة أو ما شابه ذلك. هناك ورشات خاصة بالبحوث والدراسات، هناك عدد من الشعراء يرصدوا هذه الظاهرة، نعم، وعدد من القاصين. نعم، وقت نقول شعراء ومنذكر القضية الفلسطينية، إحنا ما فينا ما نمرق على نزار قباني، ما فينا محمود درويش اللي هو شاعر المقاومة أيضا، يعني نحن ربينا على فلسطين وداري سليمان العيسى. هدول الشعراء اليوم رسخوا بذاكرة الأجيال الماضية، ونحن اليوم جاينا جيل جديد، هذا جيل تربى بعيدا، أو خلينا نقول ولو بعيدا قليلا يعني عن هي القضية بسبب التطورات، الوضع الاقتصادي، التكنولوجيا. اليوم قدام هم اليوم نحن نرسخ هي الذاكرة، إن كان من خلال الشعراء الحقبة القديمة، أو نحن اليوم هل عندنا اليوم جيل شباب قادر أنه يرسخ الذاكرة الفلسطينية؟ يعني خليني أحكي بقضية. أول شيء ذكرت حضرتك عدد من الشعراء، يعني محمود درويش شاعر نافر بتمسكه بالقضية مقاومة، يعني على هذه الأرض ما يستحق الحياة، ما فينا ما نمرق عليها. نزار قباني أنه شاعر للمرأة والياسمين، الخفي بموضوعه هو أنه شاعر ثوري وشاعر مقاوم أيضا. الآن اتحاد كتاب العرب بهذه المناسبة طبع كتاب خاص عن مقالات وقصائد خاصة لنزار قباني عن فلسطين، بعملية فلسطين وحركة كان له قصيدة رساء بفلسطين. نعم، البندقية. نعم، هذا كتاب الآن صدر ونشر وقدم له وتم تشكيل يعني عدد من الإخصائيين بإعداد هذا الكتاب، وجمع كافة الأشعار التي تحدث بها نزار قباني سواء النثرية منا أو المنظومة. بالنسبة للشباب، يعني ما بدي أحكي شيء يظن البعض أنه نغالي بالموضوع. العام الماضي أقام الاتحاد كتاب العرب مسابقة في الشعر والقصة والمسرح وأدب الأطفال خاصة بالشباب. نعم، يعني نحن يعني مفاجأة عدد المشاركين بالمسابقة، عدد المشاركين على مستوى الجغرافيا السورية كاملة كيف اشتركوا. يعني الآن عندنا مسابقة حرب تشرين التي انتهت قبل أيام. كيف كان تقييم المسابقة الأولى أستاذ قبل ما ننتقل للخطوة الجديدة؟ هلأ المسابقة الأولى جرت بالأجناس الأدبية اللي ذكرت على مستوى كل محافظة، تم اختيار الأوائل، الثلاث الأوائل من كل محافظة بكل جزء بالشعر بالقصة، وتم ترشيح الأوائل من يعني من كل محافظة للمسابقة المركزية على مستوى سوريا، واختيار ثلاثة أوائل. هو عمل كان يعني نوعي أقام في اتحاد كتاب العرب، وكان قرار من المكتب التنفيذي وعلى رأسه السيد رئيس الاتحاد الدكتور محمد الحوراني بعملية إشراك الشباب. ايضا يعني بعد هذه المسابقه جرت مسابقه اخرى خاصه بالشباب عن القضايا التسامح والتشارك في ظل الوطن الواحد. يعني اليوم نحن عندنا جيل شباب مثقف بموضوع الشعر والنثر من خلال يعني من خلال استنطاق هذا الجيل تجدي صدى، اما عدم استنطاق هذا الجيل لا تجدي صدى. اعتقد ان المؤسسات الثقافيه والمنظمات المعنية بالشباب هي المعنية بعملية الاستنطاق، والإعلام أيضا هو معني بعملية الاستنطاق والإضاءة على هؤلاء الشباب. هناك نوادي خاصة للشباب، هناك فرق للشباب الآن بدأت تظهر، حتى الشباب بدأ ينظم نفسه بمجموعة شباب. اتحاد الكتاب أسس كمان أيضا نادي الشباب الثقافي السوري اللي هو مشكل بكل المحافظات السورية بشباب، بشكل أنه ربط الشباب بطريقة ما لرفع الحس الجمالي لدى الشباب. عندما بيكون التذوق الجمالي أكبر عند الشباب أكيد هذا بيمنعه أن ينخرط بأشياء أخرى. فيعني الخوف موجود على الشباب كون أنه متأثر، العوامل التأثير متعددة، وسائل التواصل الاجتماعي، الإعلام المضاد، الإغراءات الموجودة على شبكة النت، يعني يذهب الشاب ولا يعود، موجود هذا، ولكن هذا الوجود لا يمنع من العمل. صحيح، ويزيد واجب العمل.
قديش مهم بالإضافة لدور الشعراء والأدباء دور المؤرخين بترسيخ تاريخ القدس للأجيال القادمة، قديش مهم بكل تفاصيله يترسخ هذا الشيء؟ أكيد، يعني الآن التاريخ يشكل نقاط ارتكاز للمستقبل. لا مستقبل بدون قراءة التاريخ، ولا مستقبل بدون كتابة التاريخ كما هو. والأهم هو عملية تحليل الواقع، أيضا التحليل الشفاف والصادق، يعني لماذا نحن على هذه الحالة، وما هي الأسباب، وكيف الخروج من هذه الأسباب. يعني عندما نكتب التاريخ بصدق وشفافية نكون نؤسس لعملية التحليل للظواهر وعملية الاستفادة من الدروس التاريخية. يعني مثل الآن حرب تشرين، الذاكرة السورية والعربية نقطة ارتكاز في التاريخ، الصراع مع الكيان الصهيوني نقطة ارتكاز أساسية لا يمكن تجاوزها، لذلك أخذت بعد كبير ولا تزال بعملية التحليل. الآن بعملية طوفان الأقصى أعتقد كمان أنها يعني لن تكون إلا نقطة فارقة في تاريخ الصراع العربي الصهيوني، وهي تستحق، وهي بذاتها تحرض المؤرخين وتحرض الباحثين وتحرض الشعراء والأدباء على الكتابة، وهي أيضا تحرض الجميع على أنه هذا الكيان ليس متعذرا يعني الانتصار عليه، ولا يعني انه وصول لنقطه انه لا مجال للنصر ولا جدوى من المقاومه ولا جدوى من القصص، هي كلها باتت تنتشر حتى يعني ظهرت التطبيع ببعض الدول صحيح. وبعض الاصوات حتى من البعض، حتى للاسف من بعض المثقفين او بعض الاعلاميين بتأييد التطبيع. يعني هذه المعارك وهذه النقاط تأتي رد على هؤلاء جميعا، انه البعض يقول لك لا جدوى من العمل، لا هناك جدوى من العمل، هناك جدوى، وهذه جدوى تراكمية وليست يعني مقترنة بانتصار هنا او انتصار هناك او هزيمة هنا او هزيمات، هو عزم وتصميم على وصول بحالة ما لهذه الأمة. اليوم هون دوركم استاذ خلينا نقول تحفيز هذا الشباب، هذا الفكر، واليوم انه نحن يكون في امل بالذاكره، حتى لو اليوم المده طولت، السنوات طولت، ولكن يعني دائما هيئه المقاومه البطوله اللي عم نشوفها عند الشعب الفلسطيني هي كفيله انه لتحقيق هذا الحلم. استاذ، اليوم وقت عم نحكي عن اتحاد الكتاب العرب، اليوم في صعوبات، اليوم شو اهم الصعوبات اللي ممكن من تجربتك تشوف بأي مادة ممكن تحب تصدرها للشباب؟ يعني أول يعني واحدة، يعني في عندك قضية مهمة اللي هي إنه هذا الاندفاع العفوي للشباب بالكتابة والاشتراك بالمسابقات، يجب إنه يعني نشتغل على نقله من العفوية للمنطقية والواقعية وتدرج في خطة يعني اليوم عدم كسر الشباب، انه مثلا بيجي ناقد او شاعر كبير يمسك قصيدة ويشرحها وكأنه يشرح يعني جثة ميت بدون يعني احساس، يعني جلد اليوم بالقصيدة بدل التحفيز. هذا يعني هذا لا يعفي من انه نقدم النصائح بشيء من الود، او انتقادات البناء اليوم ايجابية. نعم، انه انت لست امام يعني مجموعة من الادباء ممن يعني امتهنوا الادب او من المحترفين للادب، فهذه احد الصعوبات اللي بنواجهها احيانا عندما نقوم عرض بعض النتائج على لجان، مثلا بيقول لك انه احجب الجائزه الاولى واحجب الجائزه الثانيه واحجب الثالثه. طيب يا اخي، ما بيقول لك انه مثلا لا يليق فينا انه مثلا يعني نربح هذا الشخص بهالجائزه، ما هو بحاجه فرصه. نحن بنقول انه يجب ان يعني الفائز الاول يجب ان يكون اول بالمعنى المهني والفني والفكري بهذا، ولكن علينا ان ناخذ بعين الاعتبار من لم يفوز.
يعني نحن الآن طلبنا من كل فروعنا بالاتحاد أنه يدعي هؤلاء المشاركين ويترك المنبر لهم. أحيانا بتكون اللجان ما أعطت حق البعض، وفي من يقوم يعني الدهش صنع الدهشة والاستقطاب عندما يتكلم بعكس ما يكتب، يعني النطق تقديم القصيدة أو القصة أو ما شابه ذلك. النقطة الثانية المهمة هي الاتحاد إمكانياته مادية، هو ليس مؤسسة وليس وزارة ولا يعني يتلقى دعم من أي جهة، يعني موارده ذاتية، فكل هذه الأعمال إلى تكاليفها أكيد. إلى يعني تكاليفها ومصروفها، ورغم وجود هذه التكاليف الاتحاد مستمر بسبب أنه الشباب متعاونين، اللجان والقائمين على هذا المشروع بيكونوا متعاونين لأنه عنده الرغبة أولا بالعمل. بعدين الإعلام، دور الإعلام، نحن بحاجة يعني يعني مد جسور أكثر مع الإعلام لتسويق هذا العمل، خاصة في موضوع الشباب. يعني قد أنه تنقلي ندوة أو تتقابل أو تجري مقابلة مع كاتب كبير أو كذا، هذا ضمن العمل الإعلامي اللي لا يحتاج للكثير. يعني عندما تستقبلي مثلا شاعر كبير هذا عندك معلومات والإعداد وكذا، صحيح. أما عندما تستقبلي شباب ومغمورين وكذا فأنت بحاجة إلى عمل أكثر. فالإعلام يعني صراحة عم يستجيب بكل ما يكون قدم دعوة للإعلام، حتى عم يستقبل أحيانا يعني كثير من الشباب اللي هن إنتاج من إنتاج الاتحاد الكتاب اللي صار. فنتمنى كمان زيادة هذا إن شاء الله التواصل. أستاذ نتمنى لكم التوفيق برسالتكم. اليوم أنتم أمام مسؤولية كتير كبيرة وخاصة ضمن الظروف اللي عم نعيشها وأنتم قد المسؤولية. شكرا لك ولا حضورك، وإن شاء الله لقاءات أخرى ولكن بالنصر. الله يسعد أواسكم. شكرا لك أستاذ، أهلا وسهلا فيك.